السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة بإذن الله هنتكلم على التلات بتاعتنا. هيت النهاردة بإذن الله عمرها 22 يوم بالظبط. طبعا اللي جايبين معايا عارفين عمر قد ايه، عشان محدش بس يطلع ويقول لي العمر كذا يا جماعة. لا، انتوا جايبين طبعا وماشيين معايا يوم بيوم. النهاردة بإذن الله يا جماعة برضه هنعمل حاجة كويسة جدا للفراخ بتاعتنا. هنعمل فتح شهية وحاجه برضو بتفيدهم وتغذيهم في نفس الوقت. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نخش الفيديو يا جماعه نعمل كلاتنا لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتنا لاول مره يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس. وعايزه برضو الفيديو دوت يعني تشاروه يا جماعه بينكم وبين بعضكم كده، عايزاه يوصل لاكبر عدد ممكن علشان ناس كتير تستفيد منه. تمام كده؟ تعالوا يلا ندخل الفيديو بتاعنا ونشوف هنقول فيه ايه النهارده. يلا بينا. النهارده يا جماعه ان شاء الله مش هنعمل اي حاجه خالص. النهارده باذن الله هنعمل برده خلطه، يعني خلطه تسمين، لان زي ما انتم عارفين الفراخ ان شاء الله دلوقتي في مرحله تسمين. يعني النهارده بيبقى بحجم، بكره باذن الله تصبحوا تلاقوها بحجم تاني. يعني الفتره دي بالذات اللي عدى كله كوم واللي جاي كله كوم يا جماعه. اللي جاي كله بقى بسم الله ما شاء الله عمر الفرخ بقى، يعني كل ما بيكبر يوم كل ما بسم الله ما شاء الله بيزيد بقى ايه في الحجم وفي بيشيل لحم والحاجات دي كلها. انما المرحله اللي فاتت دي كان لسه الفرخ يعني ايه في مرحله تكوين لسه. فاحنا ان شاء الله يا جماعه هنعمل وصفه هنا على الاكل، وان شاء الله برده هنعمل وصفه في الميه. وصفه الاكل ديت يا جماعه ان شاء الله هنعمل ايه؟ الخميره على العالي دي حاجه. تاني حاجه ان شاء الله برده هقول لكم هنعمل ايه. بس حابه بس اقول لكم يعني الناس اللي هي يا جماعه، يعني في ناس بتقول لي انا عندي الفراخ بس عندي المؤخره بتاعتها ديت لسه ايه ما فيهاش شعر زي ده كده. احنا الفراخ بتاعتنا ديت يعني ما شاء الله الدفعه دي كلها كاسيه شعر. ممكن بتختلف من دفعه لدفعه. اللي هي من غير شعر دي يا جماعه دي بسم الله ما شاء الله بتبقى نوعيه كويسه، ربنا يحميها ويبارك فيها. دي بتجهل معاكي وبتشيل لحم لسه. اللي هي تلاقي لسه جسمها عريان ديت دي بتبقى نوايا كويسه، دي لسه بتكبر معاكي وتشيل لحم فما تقلقيش منها. احنا عندنا الفراخ برده اهيت، يعني ايه هي بتبقى انواع. هي ما شاء الله بدات كلتها مريشه اهيت، دي نوعيه ودي نوعيه. بس النوعيه برده اللي هي بتبص تلاقيها عريانه من ورا دي بتبقى بسم الله ما شاء الله كويسه. حتى في الفرخ البلدي المهجن يا جماعه الفرخ اللي تلاقيه برده جسمه عريان من ورا دوت دي بسم الله ما شاء الله بيبقى كويس وبيشيل لحم معاك. يلا تعالوا بقى نعمل الوصفه بتاعتنا وهنقول فيها ايه. اهو يا جماعه معايا العلف بتاعنا اهوت. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا غيرت، يعني لان في ناس سالت كتير انا غيرت يا جماعه عندي عمر 20 يوم زي ما بقول لكم انا بغير العلف. بنعمل ايه بقى؟ بجيب كيس خميره زي دوت اللي انتوا شايفينه دول بقلب، لان انا قلت لكم يا جماعه احنا في مرحله تسمين والخميره مهمه جدا في المرحله ديت. في ناس بتقول انا ممكن احطه على الميه عادي مفيش اي مشكله برده يا جماعه خالص، بس انا بفضل ان بحطه على الاكل بيبقى احسن. اهو يا جماعه بنقلبه كلاته. برده الفرخ بياكل، ما نقولش لا ده الخميره بتضعف الاكل او الفرخ بياكلها ازاي، الفرخ بياكل. انا خلصت يا جماعه، حطيت العلف الخميره على العلف زي ما انتم شايفين قدامكم اهوت، والفراخ ما شاء الله بتاكل فيها كويس. الناس بس يا جماعه اللي هي بتسال بتقول لي انت ليه رافعه العلافات كده، دي يمكن ناس بس جديده يعني في القناه ولا حاجه ما تابعتناش من الاول. العلافات يا جماعه دايما بكل الفراخ البيضه بالذات عاليه او اي فراخ تانيه عندك. ليه؟ الفرخ لما بياكل وهو نايم ده ما بيبقاش كويس ولا صحي للفرخ. الفرخ لما بياكل وصدره مرفوع لفوق ده بيبقى احسن. حتى يمكن انت لو ملاحظين الفرخ قاعد اهو، الفرخ لما بيكون بياكل كده ونايم بيبقى فرخ كسلان، انما الفرخ لما بيكون رافع قيمته فوق او ياكل وهو واقف ده بيبقى كويس للفرخ واحسن، لان الفرخ بيربي صدر وفي نفس الوقت بيربي لحم. ما بفضلش الفرخ اللي ياكل وهو نايم يا جماعه، ده يعني معلومه كويسه جدا لازم كلتنا نستفاد منها. احنا عملنا خلاص الخميره على العلف اهو، بعد كده هنجيب الميه ونعمل العسل. اهو يا جماعه ده عسل اسود اهوت، عشان في ناس كتير سالت بس لسه يمكن لغايه النهارده مش عارفه العسل الاسود ايه.
هما طبعا مش مصريين، لان المصريين كلتهم عارفين العسل الاسود شكله ايه. دي يا جماعه عسل اسود مش عسل نحل، يعني لان في ناس يعني بتقول هو عسل، يعني عسل ابيض بس اسمر. اه يا جماعه ده اسمه عسل قصب سكر طبيعي اهو، عشان بس يبقى ايه كل حاجه واضحه قدامكم. يعني هو السؤال ده جه كتير، هو يعني زي ما قلت لكم هما مش مصريين، يعني هما ما اعرفش بقى من العراق او من المغرب حاجه زي كده مش عارفه. اهو هوريكم برضو لونه، لونه هو يا جماعه ده لونه عسل اسود عسل السكر، ده لونه. خلاص انا بقى هنجيب السقيات بتاعتنا وهنقول لكم بقى هنعمل ايه، لان الخلطه دي كويسه جدا يا جماعه في مرحله التسمين الفرخ بالذات. احنا انا معايا ليمونتين يا جماعه، ليمونتين ليه؟ هو المفروض ليمونه ونص، لان احنا بنحط نص ليمونه على لتر ميه، بس انا حاطه ليمونتين لان الليمون ده صغير، يعني مش شرط ان احنا نشتري ليمون كبير ولا حاجه، لان زي ما انتم عارفين الليمون غالي. عادي لو احنا اشترينا ليمون صغير زي ده كده للطيور بتاعتنا مش مشكله. فاحنا هنعمل الليمونتين دولت. الليمون طبعا يعني زي ما قلت لكم يا جماعه كويس جدا للفرخ. يعني احنا بنعمل كل حاجه للفرخ، يعني هو يعتبر مضاد حيوي هو والعسل وفاتح شهيه وكل حاجه. انا عصرت الليمون اهي يا جماعه قدامكم زي ما انتم شايفين. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنحط العسل، مش هنكتر العسل يا جماعه، انا هحط معلقه ونص، لان المفروض الريتل له معلقه صغيره، له معلقه صغيره عسل، عشان كتر العسل بيعمل اسهال عند الفرخ. فاحنا بنعمل يدوبك بس معلقه ونص. يا جماعة ما نكترش، يعني الموضوع ده بنعمله مرتين حتى في الاسبوع، عشان زي ما قلت لكم كتر العسل بيعمل اسهال للفرخ. هنحط بقى للفرخ يشرب. ماشي، هنحط كمان، هنزود شوية مية كمان في السقاية. زي ما قلت لكم يا جماعه ما تكتروش العسل للفراخ. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين انا حطيت العسل وحطيت الليمون للفراخ بتاعتنا تاكل وتشرب. وزي ما قلت لكم العسل فيه فوائد كويسه جدا، والليمون برده له فوائد كويسه جدا. وزي ما حطينا برده الخميره، انا كل مره بقول لكم يا جماعه العسل له فايده كذا والليمون له فايده كذا، الحاجات دي كلها بتبقى كويسة جدا في مرحلة التسمين بتاعة الفرخ. شطارتك انتي ما تجيش في المرحلة ديت، لان دي اهم مرحلة، وتأهملي في الفرخ معاك، اعملي الخلطات اللي احنا بنعملها، اعملي دايما خميرة. الخميرة يا جماعة اي حد بيشتكي من خفية الوزن او قلة الوزن بقول له حط خميرة، حط خميرة على العلف، بس مش بالكترة، على الاقل اعمل مرتين اتنين بس في الاسبوع خميرة على العلف. انا بحط كيس خميرة يا جماعة على 2 كيلو علف في قلب العلف زي ده كده. حابين تحطوا الخميره في الميه مفيش مشكله خالص، ماشي حطوها بس بمقدار برضه. بس انا بفضل يا جماعه عن نفسي، انا كنت بعملها زيكم كده في الميه، بس انا عن نفسي بفضل ان انا بحطها في الاكل، احسن بتجيب فايده كويسه معايا وبتجيب نتيجه كويسه. تمام كده، خلاص يا جماعه عشان ما اطولش عليكم، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا بقى لايك للفيديو، واللي لسه برضو بيشوف قناتي لاول مره يا ريت يعمل اشتراك وما يخرجش من الفيديو من غير ما يعمل اشتراك يا جماعه، ولايك برضو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.